اخوان السلام عليكم. هاي الدنيا مغايمة والجو شتاء. شوفوا الجو شتاء ومغايمة. شوفوا مفتوحة الطيور. طبعا هاي هنا كانت فرخات طيور. كانت فرخات ما بيها خانات. كان قبل بيها خانات، شال الخانات ذب بيها فرخات. خرجت الفرخات هنا رجع الخانات على مود تبقى الفرخات بنفس المكان وهاي خاناتها. شوفوا المعالف مالته شلون، هاي المعالف عبارة على شكل رف. على شكل رف، رف على مود ما يدنك. شوفوا وينظف براحته. وميس، هاي تدرون انتم تسووها مثل ميس طعام. بس بحافات. هاي المعالف مالته. هذا بطل الماني اسمه هانس باول اسر، تعرفونه. شوف الطيور طايره ومغيمه الدنيا وجاي تنقط خفيف. هذا هو، شوفوا شلون واقف يباوع عليه هين. شوفوا الطيور مو كلها طارت، الطيور ما تطير، ما يكشها نهائيا، ما له علاقه بيها. هي تطير من كيفها، ما يريد يطير، عوفه. شوفوا الطيور طارت، لا يهفي لها، لا يصيح لها، لا يصفر لها، لا يعيط لها، يعوف. شوفوا يعني هاي لو عندكم الطيور تقولون مو خش طيور بيها شيء، ليش بقت فوق البيت تفتر؟ وهاي الطيور ما طارت. شوفوا الدنيا جاي تمطر والله ناعم دد برذاذ. هذا هو، شوفوا شلون باوع عليها الطيور. وهاي الطيور ومغيمة وجاي تمطر. هاي لو عندنا بالعراق وقت هيش تفتر كان رقعوها 100 فايبر يردوها تنهزم. ما انهزمت، مو خوش طيور، نايمة فوقها مشلبة تقول بالحلة، حمر وبالحلة. شوفوا شقد طارت، ما طارت 10 دقائق. طبعا بس هي الصبح طايرة فصل. شوفوا حطت فوق. شوفوا حطت فوق على البيت وهسه دقيقتين 3 دقائق 4 دقائق لو يطيرن لو ينزلن جوا. شوفوا شوفكم شوف نظام طيورهم. بس هذا هسه ما عندهم سباق، والسباق يبدي بالرابع يعني ما، بس بالسباق يجن قبل يحطن على السقاط، ماكو لا يحط فوق ولا جوا قبل. هاي طواير مال سباق هم كانت طايره ومسبحه. شوفوا هاي الطيور بالشتاء باعوا برد ومغيمه وتمطر، كانت الطيور تسبح. هاي طواير وهاي فحل. هاي فحل مال سباق. شوفوا واقف حاط ايديه بجيوبه وباوع عليها الطيور ما له علاقه بيها. لا شوفوا حطت فوق. هاي لو احنا جماعتنا كان شمرها حجاره. في جود؟ قال؟ انشبانت. ايش شكرا اخوان، مع السلامة.